بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر جل جلاله وعم نود. ربنا خذ بأيدينا إلى طلب العلم الصحيح، وخذ بأيدينا إلى الوفاء بعهدنا لك يا ربنا، أمين يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. ورد، ننتقل إلى الآية الثانية. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، يعني قادر ربي مقلب القلوب بين أصابعه وقلبها كما شاء، قلوب وأبصار، يخطب الأبصار سيأليك ما ترى شيء، انت ما تراجع دي ما تراجع، خلينا تزيد تقدم في كفرك وأكاذيبك وأباطيلك، وربي يزيدك سخط وظلمة في القلب، تزيد ظلمة أخرى بالمعاصي، ومن من أول المعاصي هو أن تنكر أن هناك رب، أو تنكر أنه واحد أحد صمد فرد صمد، هذا كله كيزيد ظلم القلب أكثر من يوم مظلم. نسأل الله السلام.